تفاعلية خاصة بالمراقبة المستمرة، سواء تلقى بتقويم أو في إطار الدعم. وقبل ذلك كنرحبوا بالجميع وكنتمناو للجميع رمضان كريم، وأرجو الله يتقبلوا منا جميعا ويعيننا على القيام والصيام ويزيل هذا الوباء على الأمة وعلى جميع البشرية إن شاء الله الرحمن الرحيم، لكي تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. بالنسبة أولا بغيت نعرف واش الصوت تاعي واضح مزيان سي مصطفى؟ مزيان خالد، مزيان. هو جميع ولي غتسترد مزيان مزيان، لكن شي مشكلة غادي نوقف. يعني شكرا. إذا بالنسبة باش نكونوا عمليين، التقويم أو الاختبارات هو لتست، اللي هو المصطلح اللي كيعتمد عليه مودل فيما يتعلق بتدبير هاد الاكتيفيتي هادي. لاكسي باش اننا نحطوا واحد الفرض ولا واحد الدوفوار تقويمي على المنصه تاع اليس. اذا اولا وقبل كل شيء كنمشيو لا كاتيجوري كونسيغني. حنا عندنا في المنصه كاين البريمير، كاين الكوليجيال، كاين الكاليفيون، كاين البي تي اس الفورماسيون ديفير الى اخره. غادي نمشيو حنا اكزومبل واحد لكاتيجوري معينه. نمشيو مثلا الكاليفيون، حيت وضعت هنا بعض الاسئله نشوفوها، عاد نشوفوا الطريقه كيفاش درنا لهذه العمليه هذه. غنمشيو مثلا لكلاس دي كاليفيون. دابا غادي تفتح امامكم لا كاتيجوري كلاس دي كاليفيون. هنا في لا كلاس دي كاليفيون عندنا الامكانيه اننا نديفيليو لا باج، نزلوا الصوره حتى نوصلوا لا سو كاتيغوري ان صح التعبير اللي بغيت، مثلا ترون كومان ولا بروميير اني باك ولا دوزيام اني باك الى اخره. او يمكن نبحث مباشره هنا الى رديتو البال في لا زون دو ريشيرش دي كور في الاعلى، غادي تبان لكم الان ها هي لا زون دو ريشيرش. يمكن نكتب نمسك هنا العنوان تاع الكور اللي انا اصلا كاين عندي في هاد لا كاتيغوري. إذا عندي جوج لي ميثود، كاين لا ميثود أنني نمشي بكاتيغوري سو كاتيغوري حتى نوصل لكور، أو أنني ندخل مباشرة لا كاتيغوري ونجي لا زون دو ريشيرش هنا في لا زون دو ريشيرش ونكتب سميت الكور. نجربوا لا ميثود الأولى. أنا لو تيست لبعض الأسئلة حطيتها في دوزيام اني باك اس في تي. أنا الآن غندخل لدوزيام اني باك اس في تي، ها هي ولا دوزيام اني باك في الكاتيجوري دوزيام اني باك اس في تي. كنلقاو مجموعه من لي كور، عندي المات، عندي البي سي، عندي الاس في تي، الفيزيك الى اخره. انا حطيت بعض الاسئله في المات. اذا غادي ندخل لا كاتيجوري المات، ها هي الكور، عفوا الكور المات اللي تحت اشراف لونسينيون اللي هو الاستاذ راه داز سميتو تمايا. هنا كنلقاو لي سيكسيون، عندي لانونس، عندي لا سيكسيون 1، لا سيكسيون 2، سيكسيون 3، انسي دو سويت. هادو كلهم سو سون دي كور، وضعوهم الاساتذه اللي كيشرفوا او الاستاذ اللي كيشرف على هاد الكور هذا. نردوا البال واحد المساله اساسيه، انه دائما الى بغيت نخدم في الكور خاصني هنا امام لا كاتيجوري، هنا امام لو نون تاع الكور، عفوا امام لو نون تاع الكور، خاصني نجي لهاد البلاصه هادي، هاد لاغو اللي كاينه هنا على اليمين، وكنفتح داك لو موني كونتكستويل، وخاص تكون عندي لو مود اديسيون اكتيفيا. خاصني اكتيفي لو مود اديسيون. هنا بار ديفو لو مود اديسيون راه مأكتيفي عندي مفعل، وبالتالي كنجي كنلقى بانه ها هو، الا درت دابا غادي، الا درت كيتي غادي نخرج من المود اديسيون، ولكن اللي ما عندوش خاصو يدير اكتيفي لو مود اديسيون باش تزاد عنده الامكانيه يلقى هنا هاد اجوتي اون اكتيفيتي او اون ريسورس او ريسورس. هاد العمليه راكم تديروها ملي كتزيدوا الدروس تاعكم على المنصه. الى ردينا البال هنا الانواع تاع لي زاكتيفيتي اللي كاينين في هاد الكور هذا، في هاد المات دوزيام اني باك، كاين عندي كور اونلاين، هذه قاعه افتراضيه خاصه بتدريس الرياضيات. وهنا في التحت كنلقاو ايفالياسيون اون مات، هذا هو الاختبار او الاكتيفيتي من النوع تيست اللي غنهضروا عليها اليوم، وعلى كيفيه الانشاء تاعها وكيفيه ادراج الاسئله في هذا لو تيست.
اذا الا دخلت لهذا الايفالياسيون او مات الا كليكيت عليها وكتلاحظوا البال بانها لا كولور تاعها كتبان باهته لانها كاشي بور لي زيتيديون، مازال ما كتبانش للمستخدمين التلاميذ ملي كيولجوا المنصه، لانه نساو بان التقويم هو مرحله، وبالتالي انا ملي غادي ندير التقويم تاعي او الاختبار تاعي غنخص ليه التاريخ والتوقيت، وفي ذاك التوقيت فاش غادي تاكتيف هذا الاختبار. اذا كان دخل ياك مثلا تحدد شويه بسرعه ولا شي حاجه سي مصطفى لا مزيان اخي مزيان. الجميع، واش انت عارف كل الاخرين الناس الاخرين؟ انا بغيت نسمع الناس الاخرين احنا في الشرق غير نتكل على شير الله. الله. اذا كان دخل فاليسيون كندخلو دابا لهاد ليفالياسيون او مات ياك، كنكليكيو عليها اللي كنكليكيو عليها، وقدامها راه كاين عندي واحد لو موني كونتيكستويال خاص بهاد الاكتيفيتي اللي فيه مجموعة من لي بارامتر. انا دخلت دابا ليفالياسيون او مات، دائما قدام هاد الاكتيفيتي هادي كان واحد لاغو اللي كتشوف هنا على اليمين، ها هي قدام ايفالياسيون او مات. كنلقى اولا كيقول لي بانه عدد، ردوا البال، كيقول لي عدد لي طونتاتيف اوتوريزي اون سول ياك. انا كناخذو كنشوفو مجموعه من الامور، ها هي طونتاتيف اوتوريزي اون سول، كيقول لي بانه اوكين كيسيون نا ايتي اونكور اجوتي، مع العلم انه كاينين هنا اسئله، ولكن الاسئله موضوعين في بنك الاسئله، في لا بنك دو كيسيون، حيث يمكن نخدم نمضى على الاسئله ومن بعد نجيب دوك الاسئله، هذه الاسئله يمشيو لهذا لو تيست لهذا، وهذه الاسئله يمشيو لهذا لو تيست انسي دو سويت. قاعد تتكلم في حادثة البقع دوزيام باك اس في تاع نعم جد تنتبه ما تخسر. نعم يا استاذه فاطمه، احنا حاليا احنا خدامين في نموذج، ما عندوش علاقة واش الباك واش اعدادي واش ابتدائي، احنا طريقة تاع الوضع. انا غير مشيت هكا حيت كاينين هنا بعض الاسئلة في الرياضيات، انتوما غير شوفوا تبعوا معايا في الطريقة اللي كتهم ماشي النيفو اللي كونسيرني، انه ما هو صالح في الابتدائي راه صالح في الاعدادي وصالح في التأهيلي فيما يتعلق بالاختبارات التقويمية او الفروض التقويمية. هنا غادي نجي دابا، هنا غادي ندخل لموديفي لو تيست، كاين عندي هنا وكاين عندي كذلك هنا، ها هي موديفي لو تيست. الى ردينا البال لهذا الموني كونتكستويل، الى نزلنا شويه لتحت كنلقاو بانك دو كيستيون ياك، كيستيون ها ما كنشوفوهم هنا لتحت. انا غادي ندخل غادي ندير موديفي لو تيست، دار في انتظار انه الصفحه تحدث بالنسبه لكم، شويه لا كونيكسيون شويه ثقيله. هنا بالنسبه ملي كندخل ملي كنختار لا موديفيكاسيون تاع لو تيست، هنا تيبان ليا واش غادي نلقى اسئله ولا ما غاديش نلقاهم، وكيعطيني الامكانيه انني ندرجهم، يعني انني نجيبهم من قاعدة الأسئلة أو قاعدة البيانات الخاصة بالأسئلة. هنا كتلاحظوا بأنه كيقول لي دي لو تيست إي توفير، هو ني باز أونكور أوفير بمعنى أنه يمكن يتجزاز وفيه زيرو كيستيون ياك، زيرو كيستيون ياك. كيعطيني هنا واحد المعلومة هنا اللي من إلا رديتو ليها البال لا نوت ماكسيمال 10 نقاط، وهذه يتم موديفيابل يعني يتم تخصيصها فيما يتعلق بعدد النقاط. ثم كنجيو لهنا، هنا توتال دي نوت ميلونجي كنلقاو هنا في التحت واحد اجوتي، الى رديتو البال هاد اجوتي هي اللي كتعطينا الامكانيه اننا نزيدو لي كيستيون، و اون كيستيون يعني غنحدث غادي ننشا دابا واحد السؤال جديد لهذا خاص بهذا التيست هذا ياك، او نمشي نجيب سؤال من واحد القاعده البيانات سؤال معين، او هنقول لها ودي خود دي كيستيون الياتوار عشوائيه اعتباطيه من واحد لا كاتيجوري كاينين فيها دي كيستيون. اوكي، اذا انتم الى حدود الساعه شو درنا؟ دخلنا لا كاتيجوري
من لا كاتيجوري مير دخلنا للسو كاتيجوري اللي خاصه بالمستوى. كنا دخلنا للسيرك التأهيلي حبيبي حبيبي، عمسي مصطفى. هنا هضر اليوم على الكور ديالهم ديريكت، حيت هما ما عندهمش لي كاتيجوري وداك الشيء، لي زادمينستراتور اللي عندهم فيه هما يمشيو للكور ديالهم ديريكتومون بلا ما يقلبوا في لي كاتيجوري وداك هي الشيء. اللي غادي نديرو دابا ديريكت. اه ما كيدخل انتوما ما كيولجوش هما اللي كاتيجوري ولا السو كاتيجوري. الكور ديالهم ديريكتومون كيمشيو ليه ديريكت مات دو اذا راه هي هذه. حنا دابا حنا راه كاينين في الكور تاع المات دي جيماني باك هما بلي كاتيجوري وداك الشيء. صافي. حنا غادي نمشيو دابا. حنا في الكور تاع المات تاع دوزيام اني باك بغض النظر واش حنا في الكاليفيون. المهم حنا في واحد لو كور سميتو مات دوزيام اني باك، فيه واحد لاكتيفيتي من نوع تيست اللي هي هاد ليفالياسيون او مات. حنا غادي نمشيو دابا هاد العمليه كامل اللي دزنا غنحددو واحد لو تيست غنكريو دابا واحد لو تيست. واني باش بغيت غير نكمل معاكم بحال هكا كان بروجيكتيكون في لاطاش كيفاش غادي تكون، وغندخلوا دابا للجانب العملي ندرجوا اش بقينا. بقينا نمشيو نختاروا السؤال ونرجعوا نكريو عاوتاني كامل البروسيسوس مانيوالمون. كنجيو دابا لا كيستيون، اجوتي اون كيستيون ياك. لا كيستيون كاينه عندي في لا بانك دو، كاينين عندي بعض الاسئله انا حطيتهم في لا بانك دو كيستيون. غندير دو لا بانك دو كيستيون. ملي كنكليكي على دو لا بانك دو كيستيون فوالا عندي واحد 3 كيستيون ديجا تحدثوا في لا بانك دو كيستيون اللي عندها علاقه بالمات تاع بالرياضيات السنه الثانيه بكالوريا كما كتشوفوا هنا في الفوق. اوكي هنايا شتي مات فيها واحد 3 د لي كيستيون. هاد 3 كيستيون خاصين بالسنه الثانيه بكالوريا علوم الحياه والارض. ملي كنختاروا بغيت هذا السؤال ندرجو كنكوشي هاد البلاصه هادي. ها هي كتلاحظوا ها هي كوشيتها تاع السؤال، وكندير اجوتي او تيست لي كيستيون سيليكسيوني. انا سيليكسيونيت واحد لا كيستيون ها هي، كنكليكي على اجوتي اوتوماتيكمون هاد السؤال تيتدرج في هاد لو تيست. وكيقول لي يا ودي هاد السؤال هذا اللي كيبان لي هنا في لافيشاج كيبان لي عليه بانه اولا عندي الامكانيه انني نعيد الترتيب تاعه. هو اولا من نوع اختيار من متعدد. هيا كتشوفوها دابا ملي حركت لا سوري فوق منها كتبان لكم بانه شوا ملتيبل ياك. هاد لاغو اللي كاينه حدا هاد لاغو اللي محطوط عليها دابا لا سوري كتعطيني الامكانيه انني نحدد مجموعه من التغييرات في هاد السؤال. الا كليكيت عليها راه كليكيت عليها هي راه مشى ليا لا سميتو. اذا غادي نرجع باش بلا ما ثم كيعطيني هنا امكانيه انني نحذفها على اليمين. كاين لا بوسيبيليتي انني نحذف السؤال او انني نشوف هذا السؤال. ها هو على اليمين كاين الحذف اي لا كوربي، وكاين لا زوم بور بريفيزواليزي لا كيستيون، وكاين عندي لا نوت اتريبيو لهذا السؤال. يعني النقطه اللي عطيت لهذا السؤال هي نقطه واحده يعني لو سكور ماكسيموم. اذا مزيان حنا دابا ما غاديش ندخلو نشوفو هاد السؤال كيفاش داير. غنمشيو اوتوماتيكمون لواحد لو كور باش نكريو فيه اون اكتيفيتي دو تيب تيست. وهاد الاكتيفيتي دو تيب تيست غنعطيو هاد الاعدادات تاعها اللي خاص توفر في هاد في هاد التقويم هذا. ثم غندرجو فيها اسئله. نمشيو اذا نمشيو نرجعو ل عفوا نمشيو للطابلو دو بور باغ اكزومبل. نمشيو لشي كور نمشيو باغ اكزومبل بالنسبة للبريمير. ولا انا ندير واحد المسألة لأنه غتكون هي سريعة وأحسن عاد نديروا هذه القضيه حيت عندي اسئله مصاوبين. انا عندي هنا في الحاسوب كاين اصلا كنت خدمت معاهم مع بعض التلاميذ تاع الثانوي التاهيلي. نمشيو ندرجوهم اوتوماتيكمون باش تشوفوا العمليه بسرعه. اذا غادي نمشي لهذاك الكورني تاع المات كور مات دوزيام اني باك. ها هو غنمشي ديريكتومون للكور مات دوزيام اني باك. ها هو غندخل لهذا الكور هذا. تفتح عندكم دابا المات في لا ريشيرش. ها هو ريزلتا دو لا ريشيرش. غندخلو لهاد الكور هذا
احنا في المات تاع دوزيام اني باك غادي نوجهه حاليا. مزيان، ففي لا سيكسيون اون هنا في لا سيكسيون واحد غادي نكري واحد لو تيست، اون اكتيفيتي دو تيب تكست تيست باردون. اذا غنجي لهنا اجوتي اون اكتيفيتي او اون ريسورس، ها هي كنضغط على هاد لو ليان. اذا هنا كيتعطوني انواع في الانشطه اللي يمكن نخدم بها في لا بلاتفورم اليس. اذا كنجيك ها هو اش 5 بي اللي هضر عليه، اللي هضر لكم عليه السي مصطفى، كاين لي زازولي الشاط. انا اللي كيهمني من هذا الشيء كامل هو هذا، لا هذا اللي كنشوفه حاليا. كان اكتيفي البوطون راديو تاعو اللي هو تيست. لو موديل داكتيفيتي تيست بيرمي ا لونسينيون دو كريي دي تيست كومبورتون دي كيستيون دو ديفير تيب. يعني الاسئله عندهم انواع، نوتامون دي كيستيون ا شوا ملتيبل، فري فو، داباريمون، ا ريبونس كورت او كالكولي. هذا واحد ديسكريبتيف بسيط يمكن تقراوه كاملين، كيهضر لكم على هاد الاكتيفيتي. كندير اجوتي، مع العلم ان هاد الامكانيات اللي كتعطي هاد الاكتيفيتي تيست راه امكانيات كبيره. لانه خاص تعرفوا انتم في العمل تاعكم العادي في الاقسام كتصوب الفرد، كدوزوا للتلام، كيخصك تصحوا، ثم كتعالج التعثرات، كيكون التصحيح الجماعي الى اخره. ولكن هنا ملي كتصاوب واحد لو تيست على مسطحه مودل راه لا كوريكسيون راه كتكون اوتوماتيك، لان انت ملي كدرج اسئله كدرج معها التصحيح تاعها، وبالتالي داك العناء تاع التصحيح انت تهنيتي منه. هذا رقم واحد. نرجعوا لبال لو تيست. هنا لو تيست، اي تيست خاص يكون عنده واحد العنوان. اذا غنديروا مثلا ايفالياسيون ايفاليوشن باردون ايفا ايفاليوشن اون مات. نديرو مثلا ايفاليوشن دو اون مات. العنوان انت اللي كتحدد العنوان، انت اللي يمكن دير واحد ديسكريبتيف لهاد لو تيست هذا بعدي ويمكن او يمكن تدرج ليه صوره معبره عن الاختبار الى اخره. كنجيو دابا لهنايا، هنا عندي مجموعه من الاعدادات في الاسفل. هذه الاعدادات اللي عندها علاقه بالتوقيت، اعدادات عندها علاقه بالنقطه، اعدادات عندها علاقه بالشكل تاع لو تيست لا ميزون باج، اعدادات عندها علاقه بالاسئله الكومبورتمون تاع الاسئله فيزافي اللي هو التلميذ اللي غادي يجتاز هذا التيست هذا. عندي اعدادات متعلقه ب اثناء قبل الانجاز، اثناء الانجاز، ثم بعد الانجاز، لو كومبورتمون بيان لي زوبسيون دو ريليكتور. كيفاش غادي يتعامل هذا التيست مع هذا المتعلم؟ واش غيعطيه الجواب مباشره ديك الساعه، واش يعطيه النقطه ديك الساعه، ولا حتى من بعد؟ واش غيعطيه واحد التوجيه ويعطيه الامكانيه انه يعدل تاعو؟ ثم لابارونس، وعندنا الريستريكسيون سيبليمونتير سور لي تونتاتيف، الى بينا نزيدو تقييدات على المحاولات تاع التلميذ. هذه لا الى درنا واحد التيست اللي غيعطي محاولات، عده محاولات، ولكن في الاختبار الحديث عن ذلك، لانها هي بعض الاضافات ملي كان بيهم طور لو تيست. واحد يكون عنده علاقه بدي كومبيتونس، واش دوك لي كومبيتونس تحققوا ولا ما تحققوش، نسبه التحقق الى اخره. اذا غادي نمشيو دابا، قلنا عطينا هذا لو تيست، عطيناه ايفالياسيون دو اومات كاسم. غادي نجيو لو طون. اي تيست كيبدا في واحد الوقت وتنتهي في واحد الوقت، وهذا الوقت عنده هو تاريخ
ومدة زمنية كما كتلاحظوا هنايا. Les étudiants ne peuvent commencer leur tentative qu'après l'heure d'ouverture et doivent le terminer avant l'heure de fermeture. ملي كيجي واحد التلميذ كيدوز تيست وفي هذا الوقت المخصص ليه كيقول لي ما يمكنش هذا التيست راه تسد. اذا لو طون امتى غيبدا لو تيست؟ كياخذ بار ديفو التاريخ تاع الان 26 افريل وغيسالي في لو 26 افريل مع في نفس التوقيت، ولكن هنا كان حدد لي انا ديك الساعه الساعه الى اخره، وكان اكتيفي هذا لو شون الاول ثم اكتيفي لو شون الثاني ونحدد الوقت المخصص لهذا لو تيست. لانه بدون تحديد الوقت مثلا غيبدا في لو 26 افريل وغادي نخلي لو تيست حتى التي تشوفوا هذا الخير هذا ثقيل هذا الثاني هذا الظن ما كيعطينيش الامكانيه انني لا اكتيفي لو شون، عفوا نسيت لو شون ما اكتيفيتوش. مثلا هذا لو تيست غيكون فيه نهار المده اللي غنفتحو نهار اللي ما يتحلش نهار كيتحل ساعه هاد المكانه ولا 30 دقيقه ولا باش يدخلوا الناس يدوزوا كتحدد لهم الفتره مثلا من الجوج للاربعه وكتخلي الناس، ولكن خاص في الاصل انهم يدخلوا في نفس الوقت باش تقيد من امكانيه تاع انه الناقل الى اخره. ثم نحدد لك كتوقيت ملي كان اكتيفي لو شون كنحدد لك كتوقيت مثلا 30 دقيقة تحدد على التلميذ ملي كيجتاز هذا لو تيست هذا. واش لا تونتاتيف اون كور اي تونفواي اوتوماتيكمون لوغسكو لو تون ايشو ملي كيكون الدري تيدوز التقويم شوية، ولكن في نص ساعة مازال سالت نص ساعة ومازال ما كملش، واش اوتوماتيكمون الأسئلة تاعو يمشيو؟ كتعطيه واحد الوقت كتزيد ليه واحد دو طون سيبلومونتيغ اي دوني بوغ اونفوايي لو تيست اي ني با بيرمي دو ريبوندر اون كيستيون دورون سيت بيريود. يعني هذاك جوج دقائق الا زدتيه ولا على الاقل جوج دقائق الا زدتيها ليه راه ما يمكنش. ها هي ان لابس دو طون المينيموم هنا باغ جور، ويمكن نحدد باغ سومين، ولكن الاصل انك عنده واحد جوج دقائق باش يوطى على تيرميني باش يصيفط باش السؤال تاعو الاسئله تاعو اللي تدرجوا في قاعده البيانات الخاصه بالتصحيح ياك. ولكن المعمول به هو انه لا تونتاتيف اون كور اي تونفوي اوتوماتيكمون، غير كيسالي الوقت فين ما وصل هو تيست كيمشي. غادي ندوزو التوقيت عفوا للنقطه، يمكن يكون عندها دي كاتيجوري دو نوت، ولكن حنا في الغالب تنخدمو سون كاتيجوري لانه خاصك تنشا لي كاتيجوري بوحدهم، ولكن كتحدد هنا واحد لا نوت بور باسي. مثلا عندك 10 د الاسئله حددتي نقطه لكل سؤال، كتقول مثلا اذا التلميذ حصل على 5 تاع النقاط راه كنعتبره ناجح في هذا التيست. مفهوم؟ وهنا في لي نومبر دو تونتاتيف اوتوريزي، لو نومبر دو تونتاتيف اوتوريزي الاصل انها هذا تقويم، يعني واحد المره اللي يمكن يدوزو ما يمكنش يدوزو ويعاود يدوز ويعاود يدوز ويعاود يدوز، اذا كنديرو اون سول فوا. غير ملي كنحدد بلوس دون فوا يعني جوج او اكثر، ما هي النقطه المعتمده؟ لانه كل مره دوز غتكون عنده نقطه. اشنا هي لا ميثود ديفالياسيون هنا؟ واش لا نوت لا بلي هوت ولا لا نوت مويان ولا لا نوت دو لا بروميير تونتاتيف او بيان لا نوت دو لا ديرنيير تونتاتيف؟ الإخوان واش متبعين معايا ولا لا؟ مزيان مزيان غيستر وي خايد راه كيجيونا ميساج مزيان مزيان. قلنا انا صافي هاد الشيء اللي نعطيكم شي اسئله دابا الفيدباك انت ولا بلاش صافي مزيان ماشي مشكل. اذا قلنا في هذه المحطه هذه تاع لي نوت الاصل كما كنقول لكم الان في هذه الفتره تاع التقييمات غنخلي له نومبر تو تونتاتيف وحده في لا ميزون باج. هنا لا ميزون باج بسيطه، هاد الاسئله تاعي واش بيتهم يبانوا كاملين في واحد لاباج ولا بيت مثلا كل سؤال ولا كل جوج الاسئله ولا كل ثلاثه الاسئله
يبانوا في واحد لاباج ولا سويت في باج اخرى انسي دي سويت. بتجربه دو بريفيرونس خدموا دائما كيستيون بور شاك باج من الاحسن. نوفيل باج شاك كيستيون، وعندك الامكانيه تو لي دو كيستيون في اون باج، تو لي تخوا كيستيون في اون باج انسي دو سويت. ولكن راه يمكن دير توت لي كيستيون سيغ اون باج، وني راك تتشتت التلميذ حتى يبدا ينزل في الصفحه وينزل هذا السؤال. راه عنده الامكانيه نافيغي باغمي لي كيستيون كاينه في واحد المنيو غيكون عنده. اذا من الاحسن تخلي ليه نوفيل باج بور شاك كيستيون. وهنا دوطخ لا ميثود دو نافيغاسيون كتخليها ليه ليبر، بمعنى يجاوب على السؤال الاول شويه ينقص، يجاوب على السؤال السادس شويه يمشي للسؤال الثالث ما عنده فيه مشكل. حيت الا قلتي ليه فلا ميثود دو نافيغاسيون الا قلتي ليه سيكونسيال كتفرض عليه انه يدوز من السؤال الاول عادي يدوز للثاني عادي الثالث، ما يمكنش ينقز للخامس والو بالترتيب صافي. اذا كنخليوها ليبر بار ديفو. ثم كنجيو لو كومبورتمون دي كيستيون. هذه من الامور كومبورتمون دي كيستيون، هذه من الامور المهمه في لو تيست انني نميرونجي لي كيستيون. يعني لو تيست عند هذا التلميذ هذا لي كيستيون الترتيب اللي عنده ماشي هو اللي عند الاخر، هما راه نفس لي كيستيون. وماشي غير داكشي، حتى لي شوا اللي كاينين عندي في كل كيستيون، مثلا ا بي سي ولا واحد جوج ثلاثه غيتخربقوا، تما واحد غادي تكون حاجه اخرى وجوج حاجه اخرى وثلاثه، وني في لا كوريكسيون راه هو عارف اش غيكوريجي. اذا ميلونجي لي زيليمون دي كيستيون كنقول ليه وي سي بون. هنا في لو كومون سو كومبورت لي كيستيون، فيما يتعلق بكومون سو كومبورت لي كيستيون، يعني واش تلميذ كنعطيه واحد التغذيه راجعه من بعد ما يدوز السؤال، ولا كنعطيه واحد التغذيه راجعه افيك انديكاسيون دو سيرتيتود، كنقول ليه واش انت ملي كيجاوب واش انت متاكد من هذا الجواب، كتقول ليه واش انت متاكد، كيحدد النسبه كيختار هو النسبه تاع واش متاكد 100% واش 30% واش. هنا الفيدباك ايميديا يعني واحد التغذيه راجعه انستونطاني. هنا انتراكتيف افيك اس ملتيبل، ملي كنعطي الامكانيه انه يدوز شحال من مره عاد تخدم هذا انتراكتيف افيك اس ملتيبل. وكاين لو مود ادابتاتيف، وكاين لو مود ادابتاتيف سون بيناليتي. ولكن بالنسبه لو ريغلاج بار ديفو تاع هاد لو كومبورتمون دو كيستيون، من الاحسن تخليو الفيدباك ا بوستيريور، يعني ملي كامل كل شيء تعطاه واحد الملاحظه ولا الى اخره تكتب ليه تما صافي. بالنسبه لوبسيون دو ريليكتور، هاد البلاصه مهمه. علاش؟ لانه الا قلت بان هاد التلميذ غادي يجتاز هاد التقويم مره واحده، اذا ملي كنقول بانه هاد التقويم هذا غادي يجتازو واحد المره، خاصني بلوتار الو غنبدا من هنا من اليمين، هادي هنا غنبدا من هاد نجي لهاد الجهه هادي بلو الو بلوتار الو كو لو تيست اي طونكور اوفير، خاصني نحيد لا طونطاتيف، ما يمكنش يمشي يعاود يدوز ليا لو تيست، راه دوز واحد المره صافي. اش كنخلي الامكانيه عنده؟ يمكن نخلي ليه يشوف لي بوان والفيدباك جلوبال، ما بيتوش جاي يعرف النقطه حتى نعطيها ليه هنايا، نحيد البوان ونخلي غير داك الفيدباك جلوبال، هذيك التغذيه الراجعه العامه، ملاحظات عامه على الانجاز تاعو. بالنسبه لايميدياتمون ابخي لا طونطاتيف غير كيكمل لو تيست، واش ما خاصنيش نعطيه يعاود يجاوب، يمكن نعطيه ديك الساعه النقطه يشوفها ها هي، ويمكن نحيدها حتى هي ونحيد لي حتى الفيدباك جلوبال الا بغيت ديك الساعه، الوغ كو مازال باقي هو تيدوز. هنا بوندون لا تونتاتيف راه عنده الحق هاد اللي في لا تونتاتيف، ويمكن نزيد الفيدباك جلوبال ما يمكنش يتعطى لانه باقي مازال ما كمل لو تيست. هنا ابخي لا فيرميتور دي تيست، يعني ملي كيسالي التوقيت المخصص لذاك التيست، هادي هنايا ملي كيسالي نهائيا هذاك
لو تيست كامل، ما خاصنيش نخلي ليه لا طونطاتيف، هذه اتفقنا عليها. يمكن نعطي يعرف لي بوان تاعو ويمكن ما يعرفهمش حتى نعطيهم ليه انايا. المساله كتبقى كما قلنا تاعك انت الادمينستراتور تاع لو تيست، انت الاستاذ، عارف امتى الدري يعرف النقطه بيتي يعرفها اوتوماتيكمون راه كديرها ليه هنايا. الوغ كو لي ابخي لا طونطاتيف كدير ليه البوان هنايا، ما بغيتيش راه كديكوشيها. غندوزو دابا لي زابارونس. هنا بالنسبه للبارتيسيبون واش تبان الصوره تاعو ولا ما تبانش، تنقيط الفصيله واش تكون نقطه مثلا جوجونس يبانو لي ديسيمال ولا ما يبانوش، يعني لا نوط ابخي لا فيرغول، هنا راه بار ديفو كيكونوا جوج. ريستريكسيون سوبليمونتير سور لي طونطاتيف، هنا الى بيتي انه الناس اللي غيدوزو التقويم خاصهم يدوزوه، ولكن ما يدوزوه حتى تكون عندهم واحد لا كلي، نيسيسيت اون كلي، يعني بحال قلنا واحد الكلمه السر او واحد الكود خاص يكون عنده، وكتحدد انت ذاك الكود هنايا. هي مساله ماشي ضروريه، لانه اصلا باش يدخل التلميذ خاص يكون عنده ان مود باس باش يدخل يدوز لو تيست. اذا الوغ لي تيست ما كنخليهمش مفتوحين غير هكاك، الا بغينا يدوزوا حتى لي مكونيكتين ب لو رول تاع جيست، يعني انفيتي وانونيم. هنا كمان لا ليميت تاع لا نوت، الفيدباك كنكتبوه هنايا، الفيدباك هو كندير هنايا في 100% وفي 50% مثلا، ولا 80% ولا 60%. حنا في 100% كنقول مثلا ان ترافاي اكسيلون، الى عنده 100% راه سي ان ترافاي اكسيلون، سي ان ترافاي بارفي. Alors, il a un degré, mettre un 50%. Quand dire, il a un feedback, votre travail moyen, ou là, mettre un degré star, ou là, c'est quand il est assez bien, ou là, bien, là, quand tu vois, ou quand zid, là, quand zid d'autres, quand il a ajouté des champs, là, de dire, ben, il y en a, quand zid, à la hasab, la limite de notre libre, il y a un feedback. Le réglage courant. هنا كنجيو لهاد لو تيست فين غادي يدوز، كيكون هاد لي كنبان ما فيش فين غادي فين غيبان، راه كيبان هاد لي فلاباج تاع الكور. كندير ليه الا بغيت ندير ليه نيميرو ديدونتيفيكاسيون. انا بالنسبه لي جروب، هذا الا كريت دي جروب، مثلا عندي القسم فيه ثلاثه ديال المجموعات، الجروب الاول غيدوز هاد التيست، الجروب الثاني غيدوز تيست اخر، انسي دو سويت. ريستراندغ لاكسي، هنا كما قلنا بما انه كيدخلوا غير الناس اللي هما عندهم كلمه، اللي عندهم ان مود باس وعندهم واحد الكونت في لا بلاتفورم، الوغ لا ريستريكسيون دو لاكسي هنا ما عندها حتى شي دور. كنجي لاشيفمون داكتيفيتي، هنا بعض المرات كيكون انا باغي ندوز واحد لو تيست للتلامذ، ولكن بشرط انهم يكملوا مجموعه من لي زاكتيفيتي اخرى، يعني يكونوا شافوا واحد الكور وجاوبوا مثلا على دي زاكتيفيتي د اش 5 بي وشافوا دي فيديو الى اخره. الوغ ما يمكن لي بارتيسيبمون، ما يمكنش يدوزو هاد الـ هاد الـ هاد 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 الـ هاد لو تيست هذا الا كملوا هادوك مثلا هادوك لي تيست اللي عطيتهم، وكنحدد واحد التاريخ، هادو لي طاق ما نحتاجهمش دابا في لو تيست. ولي كومبيتونس هادو الا حددت مجموعه من الكفايات اللي كنستهدفها كنشير ليها هنايا، وحتى هي ماشي ضروريه في لو تيست. اذا الاعدادات اللي هي مهمه وجد جد جد مهمه، نرجع من الفوق عاوتاني عليها، كاين امتى غيبدا لو تيست، لو تيست عفوا، امتى غادي يسالي، شحال المده المحدده ليه، سي بون، لوفيرتور، la fermeture, le temps disponible. Donc, on coche les boutons activer, activer, activer. La tentative est en cours est envoyée automatiquement mais qui est le temps le mochsas. Ou la tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Donc, on va laisser ça. La tentative en cours est envoyée automatiquement.
لي نوت يمكن نحددهم هنا يمكن ما نحددش النقطة الموجبة للنجاح. مزيان. اذا لا ميزون باج، في لا ميزون باج قلنا غادي نخليو سيدي كيسيون سالي 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 اذا بالنسبه لا ميزون باج قلنا اون كيسيون بور شاك باج دو بريفيرونس، وهي الاحسن بالتجربه. لا ميثود دو نافيغاسيون غنخليوها ليبر، يعني التلميذ يتسارى مع راسو يمشي من هذا السؤال لهذا السؤال، ماشي بالضروره كونسيكونسيال، ما نفرضش عليه انه يمشي في احترام واحد ترتيب معين. كومبورتمون دي كيستيون ميلونجي لي كيستيون، ميلونجي لي زيليمون دي كيستيون ا بي سي، ماشي هي ا بي سي عند التلميذ الاخر في التيست تاعو، وبالتالي كتقيد عليهم الامكانيه تاع النقل، خصوصا الا درتي واحد التيست اللي مزير في لو طون ما كاينش، وتما غيبان لك حتى النقال، لانه يقول لي اختار ا لا كيستيون الاولى دير ا وارا حاجه اخرى وعندها بي جي تي. كومون سو كومبورت لي كيستيون، قلنا الفيدباك ا بوستيريوري، ملي يكمل لا تونتاتيف غادي تعطاه الفيدباك. لي زوبسيون دو ريليكتور كان ديكوشيو، كان بدا من ابخي لا فيرميتور دي تيست، كان ديكوشي كل شيء، بغيت نخلي البوان نخليه، بغيت نحيدو انا بالتجربه تاعي كنحيد لهم كل شيء، حتى كان بيو نديرو التصحيح عاد كنجيب الاوراق مصحين مقادين كل شيء، فيهم لي بوان فيهم كل شيء، ما كيعرفوا والو هما ديك الساعه، كيدوزو تيزيدو في حالهم. بلو تار الوغ كو لو تيست اي اونكور اوفير، كل شيء كنحيدو راه كيكون ديزاكتيفي، كيبقى الفيدباك اللي كيبقى immédiatement après la tentative. كنحيد كما قلنا لا تونتاتيف، كنحيد كل شيء داكشي او بوندون لا تونتاتيف، راه عنده الحق في لا تونتاتيف هاد اللي وهاد الامور هادي، راه كان لانه ديك الساعه راه اي طون تران دو باسي ليفاليشن لابارونس. هنا لافاتار اللي بغيتي دير تبان الصوره تاع التلميذ، لا لا كل شيء، لا ديسيمال دي نوت، لا كلي سوبليمونتير بور باسي لو تيست ني با اوبليغاتوار، لانه التلميذ كيدخل بكلمات السر تاعو. الفيدباك جلوبال عنده علاقة بنسبة نسبة بحال قلنا نسبة التفوق، ولا نسبة البورسنتاج بالنسبة للجواب تاع التلميذ. إذا جاوب 100% اشنو هو الفيدباك اللي غتقول ليه؟ إذا جاوب غير 50% اش غتقول ليه؟ إذا جاوب 10% اش غتقول ليه؟ إلى آخره. بالنسبة لي زوطخ ريغلاج هادو كيما قلنا الجروب، إلا عندي الجروب لاكسيرا كيما قلنا درناه بار مود باس، لاشيفمون دو اكتيفيتي ماشي ضروري لانه كيكون عنده علاقه بمجموعه من دوطخ اكتيفيتي خاصهم يداروا، عادي يدوز هذا لو تيست وكتعتبر بانه كمل. لي كومبيتونس اون ليتا نو سون با اسونسييل، كندوزو دابا كنديرو اونغوجيستري اي روفنير او كور، ولا اونغوجيستري اي افيشي، غيبقى لينا هنا غيمشي افيشي لينا لو تيست ديريكتومون، غنديرو اونغوجيستري اي افيشي.
سي مصطفى اسالي دارك راه وي الامور غاديه مزيان مزيان، انا عندي وانت مزيان. انت ما كنناقشوكش انت، انا كنناقش سي ابراهيم الاسالي دار اخرين. الله يجازيكم بخير. كان شي حاجه كيكتبوا في الشاط الا كان شي انا مشكل، الشط ما كنضلش عليه، تعال نتبع انا اذا كان شي حاجه مزيانه في انا الشاط. اللي فهمتي كيبان لي انا غير رمضان كريم، رمضان كريم واصل، نعم ترسل لا تكون في الفضاء مزيان، صافي سي بون. لي فيدباك راه مزيانين غير فين. بون غادي ندوزو دابا، ها حنا لو تيست تاعنا كيما كتشوفوا، الى ايتي كخيي عندنا لا تونتاتيف اوتوريزي، سي اون سول تونتاتيف. سو تيست سي توفير دوبوي جيسكو هاي دي 26 افريل جيسكو 27 افريل، لو طون ديسپونيبل عندنا 30 مينوت. الوغ فين هما الاسئله؟ ها مربط الفرس، قلنا الاسئله يمكن يكون عندك في لا باز دوني، لانه انت في البلاتفورم يمكن تكون خدام انت وشي استاذ في نفس الكور، كتقول له دي صاوب انت الاسئله ونصاوب انا الاسئله ونشجعهم في لا باز دوني. اذا بينا نجي ناجوتيو هنا الاسئله، كنجي الرويضه، الرويضه على اليمين هذيك لاغو كي بيرمي دو كي ريبريزونت لا كونفيغوراسيون، كنزل تحت سيدي عندي هنا بونك دو كيستيون، وعندي كيستيون. إذا مشيت لبونك دو كيستيون غادي نلقى دوك ثلاثة د الأسئلة اللي وريتكم ديك الساعة، هذوك اللي كاينين في البونك اللي كاين فيه على كيستيون. بس هذه شي واحد الميكرو تاعو تأكدوا. شكرا. صافا راه كملتي لي 3 جداي. السلام عليكم. السرعه عافاك ما تتبانياش. كاين شي استاذ عنده شي مشكل في الصوره؟ قولي كليكي استاذ، حاول تكليكي على البريزونطاسيون، على تيم اليس بريزونطاسيون الفوق باش تبان لك. كاينه في الفوق باش شاط حدا لي بارتيسيبون. صافي شكرا سي مصطفى، راه مرات الدرك تغوط بغا اللي يعتقها البزاق غير منو ديال الحيح يلاه باش نسرب واش. بون عندنا لا بونك دو كيستيون ياك، عندنا 3 كيستيون اللي كاينين عندنا في لا بونك، ها هما شفتهم هاني كنكوشي الى اخره. هادو قلنا دي كيستيون واجدين، غير كنكوشي كندير سميتو كتزاد ياك، ولكن انا بغيت نكري اون كيستيون، ولكن غادي تبقى هاد لا كيستيون في لا بونك دو كيستيون، انا بغيت لا كيستيون تزاد في لو تيست لي صوب. خليل استاذي صافي سي بون سي سي، اذا غادي نرجع دابا انا غير طليت على لا بونك دو كيستيون، غادي نرجع لو تيست. ها هو لو تيست، غنكليكي على موديفي لو تيست، رجعت لكم بلاتي انا كنشوف. ها هي رجعت، ها انتم دابا في موديفي رجعنا لو تيست، غنكليكيو على موديفي لو تيست. ها هي راه كاينه هنا وكاينه في الرويضه، ها هي موديفي لو تيست. بلاتي خالد بلاتي واحد الدقيقه، ايه واش كتبان لكم الصوره اساتذه؟ الصوره ما واضحه حتى، ما كاينه كاع الصوره. عاود هضر، عاود بارطاج يا خالد، عباك الصوره ما كايناش. اوكي انا استاذي انا اكتيف ايه اكتيفي لو بارطاج، هي نشوف شي واحد بارطاج وحبسها لينا. راه شي واحد بارطاج هذيك الساعه، كان شي واحد بارطاج عليك الكرون تاعو.
والجواب رقم 3 الوغ في الجواب رقم 2 غادي ندير 50% وفي الجواب رقم 3 غادي ندير كذلك 50%. وبالتالي غيعطيني هنا دي بوت دي كاز اكوشي ماشي دي بوتون راديو، لانه ملي كيعطيني في الكيو سي ام بوتون راديو يعني واحد السؤال هو اللي صحيح، واحد الجواب هو اللي صحيح. ولكن ملي كيعطيني البوتون راديو يعني بليزيور شوا بوسيبل. حنا السؤال دابا قلنا بان الجواب الصحيح هو رقم 2 100%، رقم 3 اوكي. عندي مثلا اكثر من 3 د الاختيارات، عندي 4 5 6 7 كنزيدهم بهاد اون بلاسمون بوغ 3 ريبونس سوبليمونتير. اذا بغيت نزيد دوتغ ريبونس سوبليمونتير المحتمل انهم يكونوا في هذا السؤال يا اما فيهم اجوبه صحيحه يا اما باش ندوخ شويه المتعلم ونزيد من درجات الصعوبه، خصوصا اذا كانت الاختيارات متقاربه. هذا اللي فيدباك كومبيني عنده علاقه كما قلنا بالسؤال. اذا كان السؤال كما قلنا فيه بزاف تاع الاجابات صحيحه كتحدد انت مثلا pour toutes les réponses correctes, pour les réponses correctes partiellement, pour les réponses incorrectes, etc. Et dans le feedback, هذا ما نشغلوش راسنا به. قلنا لي تونتاتيف هادو لي بيناليتي على لي تونتاتيف هادو تاعو ما نخليوهم، لانه قلنا بانه عنده واحد، قلنا بانه لا تونتاتيف وحده ما كاينش بليزيور تونتاتيف. لا كرياسيون لا ديغنيغ موديفيكاسيون كلها امور ما نصداش راسي بها، كنجي كندير اون غو enregistrer. Il a droit d'enregistrer les modifications et continuer. Car tu n'as l'imkania anani nkhdem fih nit nbqa fih. W kayna عندي هنا l'aperçu. Kanchouf had el-su'al ta'i f l'aperçu. Kanklikay ala l'aperçu la bina nchouf el-su'al. Ganchouf daba wach ghadi tftah likom l'anna ana mpartaji l'écran lati partajit ghir hadik. ماشي مشكل تصحى ديريكت خالد بلا ما دير لابيرسيون. اذا نخليه واخا نخليه لابيرسيون حتى تاع لا كيسيون حتى نكملو كاع. اخا دابا حنا غادي نديرو اونغوجيستري ياك. السؤال تاعنا راه مصاوب هو هذاك شويه لافونيتر تقيل شويه لا كونيكسيون. بون غادي نرجعو. اذا حنا على كيسيون تاعنا طري بيان. دابا غادي ناجوتي واحد لا كيسيون اخرى جديده، هادي جبناها من هاد لا كيسيون اللي كتشوفوا في لاباج اون، هادي ها هي هادي جبناها من لا بونك دو كيسيون. دابا غنكريو كيسيون اخرى جديده، كنجي لاجوتي اون كيسيون. ها هنا ملي كندير اجوتي اون كيسيون كيتعطاني واحد لا فانيتر في لوطونت فيها انواع الاسئله. السؤال اللي شفنا دابا في اللي جبناه من لا بونك دو كيستيون هو من نوع شوا ملتيبل صافي سي بون. هذا سي اون كيستيون ا شوا ملتيبل، نختاروا عاوتاني واحد لا كيستيون دو تيب شوا ملتيبل باش نوريكم الطريقه لانشاء تاعها انوفو. اجوتي خليل سي مصطفى الى ممكن غير دير لهم الاسئله اللي مهمين تما غير يشوفوهم، عاد دير لهم اشرح لهم الاسئله اللي مهمين تما الانواع. واخا غير بغيت نوريهم الطريقه دابا السؤال كيفاش درجته بسرعه باش عوض مثلا الاسيزي الى اخره. حنا مثلا هادي صغار كيستيون نيميرو باغ اكزومبل، حيت كان عندي تما دابا السؤال رقم واحد راه درجناه، نشوفوا مثلا لا كيستيون 4 باغ اكزومبل. هنا لو تيكست هنا لا كيستيون 4 ها لو تيكست دو لا كيستيون. كما قلنا ملي كيكون عندي لي كيستيون واجدين مصوبين مكتوبين مسيزين مثلا ومصورهم الى اخره وبغيت نديرهم في هذا التقويم، كنمشي كنانسيريهم كوم
هاي انسيري او موديفي، سواء كان هاد الكيستيون شوا ميلتيبل ولا كانت كيستيون ادخو ولا اي نوع من الاسئله، راه السؤال يمكن نسيزيه ويمكن ندرجو. هنا كندير انسيري
الزون حطوها هي نردوها هنا في الشكل ديال المود اللي تكون تفاعليه بهذا الشكل. غير هنا واحد المساله اسمح لي السي مصطفى غادي نشير لها هنايا غنعاود غنعاود نبارطاجي نبارطاجي الكرو باش نعطي واحد المعلومه للاساتذه. وفي نفس الوقت اللي عنده شي سؤال يتفضل في الشات ولا واخا الشط الشط تبع معاهم السي مصطفى في الشط ياك. شي سؤال غادي نقول له بون البارتاج البارتاج صافي مأكتيفي كاين اييه ها هو وي مالك زي مش ترجم مزيان. هنا هنا في انواع الاسئله واخا غادي نرجع غادي نرجع واحد واحد المساله نشير ليها هنايا كنبغي نشير ليها ديك الساعه كاين كيسيون هنا غير باش باش نكون واضحين لانه هاد الاسئله هادو هادو اللي كتشوفوا قدامكم كاينين اسئله اللي التصحيح تاعها راه تلقائي يعني انه لو سيستيم ديفالياسيون اللي كاين في الموديل لو سيستيم ديفالياسيون اللي كاين في الموديل فيما يتعلق بلي شوا ملتيبل والفغي او فو ياك شوا ملتيبل والفغي او فو والاباريمون ياك هادو صحيح اوتوماتيكي لانك كتحدد الجواب الصحيح نتايا ولكن ملي كنجيو مثلا كومبوزيسيون هنايا بالنسبه لا كومبوزيسيون هنا سي اون ريبونس سو فورم دان فيشي ولا دان تكست يعني كتكتب واحد لو تكست يعني كتكتب بزاف هاد لا كيسيون هادي ما يمكنش يكون الصحيح تاعها تلقائي يعني لا بد الاستاذ هو اللي كيدوز الانتاج تاع التلامذه كاملين واحد بواحد وكينقط عليهم ديك الساعه. هنا هنا عاوتاني الى جينا الكليكي غريسي اذا هادو كلهم تقريبا كذلك الغوتور اوديو يعني الا بغيتي تلامد انهم يقراو مثلا واحد التكست يقراو وتيصيفطوا لك داك التسجيل هذا حتى هو ما كيكونش فيه ما كيكونش فيه تقويم تلقائي ولكن لا بدا الاستاذ كيتصنت لهذا المخصص اوديو اللي سجلوا تلامد لهذه القطعه هذه لهاد الصوتيه وهو كيحدد ديك الساعه. سبريد شات هذا خاص بلا الا طلبتي منهم شي عمل يديروا على على كليكي سيغ ايماج هادو كلهم راه تقويم تلقائي كليسي ديبوزي سيغ تكست الكلوز حتى هو الكالكول سامبل هنا في الكالكول سامبل كيكون الجواب رقمي وبالتالي راه قابل للتصحيح التلقائي. هنا كالكيل كالكيلي اشوا ملتيبل كاين كاين في لي شوا كيكونوا دي ريزولتا اون كون دي كون تي انت دي كون ديال اش درت سير خالد سير اذا كما قلت لك السيده فيما يتعلق بال صحيح تلقائي راه ما كنديروش في لا كومبوزيسيون بالنسبه لا كومبوزيسيون راه ما يمكنش يكون عندنا صحيح تلقائي لا بد من ان الاستاذ هو اللي يصحح الانتاج تاع المتعلمين. وشكرا شكرا سي مصطفى شكرا سي خالد شكرا اذا بين الملاحظات ديال الاساتذه وفعلا نحاولوا نديروا حصه اخرى ديال شي نموذج من البدايه للنهايه ولكن يعني مثلا ما كيشتغلوا الاساتذه على الطريقه هذه ونحاولوا نشوفوا الفيديو واش مصاوب سي احمد راه مكلف بالتسجيل نتمنى يكون سجلوا كاين كاين واحد المساله السي مصطفى انا من بين الاسئله اللي بانت لي في الشات كاين الى اين ترسل اجوبه المتعلمين بالنسبه لاجوبه المتعلمين راه كتسجل في لا باز دو دوني تاع لو سيستيم LMS تاع الموديل وملي كتدخل انت كاستاذ لو تيست كتمشي للخانه تاع الرابور وكتشوف النقاط تاع المتعلمين وكتشوف الاجوبه تاعهم غادي لانه خاص مازال واحد اللقاء اخر على ما بعد التقويم على الادمنستراسيون تاع لو تيست ابخي ملي كيتسد كيفاش كتشوف انت هاد النقاط هادو فين كتشوفهم الاجوبه تاع المتعلمين ما هي ما كتصفتش لك شي بواط ولا شي حاجه ولكن كاينه في لاسيسيون تاعك ملي كتدخل لو طابلو دو بور تاعك وكتدخل لو تيست لادمينستراسيون تاع لو تيست كتلقى
الاجوبه تاع التلامذ، وكتلقى لي رابور اللي عندها علاقه بها، وكتلقى لي ستاتستيك، وكتلقى حتى النسب المتعلقه بالانجاز تاعهم، كل شيء كتلقاه تمايا في لا بلاتفورم. مع الامكانيه سي مصطفى اسمح لي مازال ما كملت، مع الامكانيه انك تاخذ هذوك الاجوبه كاملين سو 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 فوي دو كالكول، وبالتالي يمكن تخرج الصيغه الورقيه الا بغيتي لانتاجات المتعلمين. يعني الانسان غير بشويه تاع البيبلي بوستاج يمكن يهز جميع الاجوبه تاع التلامذ ويخرج ورقه خاصه بكل تلميذ، كتبقى كوم انتراس اكريت اللي هي بحال كما كنقولوا لو فون دوسي تاع التقويم، وكتبقى عندك مالك. شكرا خالد. اذا غادي نخلي الفرصه للاساتذه والاستاذات انهم يشتغلوا واحد يومين ثلاث ايام باش يجربوا الطريقه، في حقها واضحه مزيانه بانت لي بشكل يعني مستفيض. استاذ خالد على المجهود هذا. وإلا ما كانوش عندكم شي أسئلة يمكن لنا ننهيو الحصة وقتنا نعلمكم في الفقرة، وإلا كان هذا مسجل غادي نحاولوا نبارطاجيو في التليجرام وفي اليوتيوب. إلا كما قلنا سي مصطفى، سي مصطفى هو كان سمع غير كاين واحد المسألة، هو من الضروري أننا نديرو كما جرت العادة يكون واحد الفيديو في هاد لي زيتاب. أيه. ياك، وغيكون واحد الفيديو اخر ولا لقاء ولا فيديو من بعد لقاء لا بدا حاول كما قلنا لادمينستراسيون تاع لو تيست ابري سميتو ابري كو لي تونتاتيف تاع لي زيليف يكونوا داروا. وهذاك الجانب مهم. علاش مهم؟ لانه كيعطي شي امكانيات. غير واحد المساله هذه خاص تعرفوا بان هادشي راه تم التجريب تاعو في مجموعه من الثانويات وخدام مزيان واكسيلون تقويم على مستوى المنصه بحال هذه او لو سيستيم موديل ال ام اس راه افيكاس الى درجه انه كيحدد لك حتى الاسئله تاعك واش اسئله صعبه ولا سهله، وحتى درجه الصعوبه، وحتى الاعتباطيه في الاجوبه تاع التلامذ كيحددها لك. هاد الامور هذه يمكن كما قلنا نديروا واحد شي لقاء اخر. المهم مع الى تلقونا البزاقي لو خلونا نخدموا راك عارفين الدريس راه جالسين معانا بالضبط. شكرا اخواني والاخوات، اللي ما عندكم شي سؤال نحبسوا هنا الحصه وحتى نعلموكم المستجدات اللي كاينه عبر القناه ديال التليجرام. شكرا لكم بزاف. سؤال سي مصطفى، سي مصطفى نعم، غير كاين حتى نشوف دابا بعض الاسئله يلاه تلاحت دابا. واحد السؤال هنا، الاختيارات هي عبارة عن صورة، كيف يمكنها أن تتغير في الترتيب؟ مزيان. الاختيارات يا أستاذ ماشي تاع الصورة اللي غتغير، الاختيارات الترتيب تاع الاختيارات في لي شوا اللي غيكليكي عليها التلميذ هي اللي كتغير. سير السي مصطفى. وي إذا شكرا. إذا ما كانش شي سؤال دونك الحصة الجاية إن شاء الله. شكرا لكم، مع السلامة.